قربي اختي قربي شوف حالي وي شوف ما شاء الله ما شاء الله. هذه فرينة هيا بريباراسيون هيا وي با او سيريال دير جوج شكار ديرينا حيت جغرفيات هكا كبارات وخلي النص فرينة تاعك نورمال عادي فرينة. شوفوا هذا كي تلونه غادي يجيك اسود هنايا تجيك حلا. هذه فرينة نديرو فرينة بيض هنايا. هي يا اختي الخمارة هنايا بسم الله فوالا ملح بسم الله. انا اختي الماء دافي هذا هو القوام ديالها. هلا للعروسه رواحي مع ام جنة. شوف هلا غسلته ونقيته ما شاء الله. شوفي ها توت لي كوطي توت لي كوطي يا اختي خاسلته ومنقيته والله الله. المهم اختي راني خاسلته كان بهالطريقه. هنايا عندي طوماطيش مصبره عندي زوج مغارف صغار. عندي هنايا صوص طوماط وعندي هنا اختي العزيزه عندي سكنجبير عندي هنايا راس الحانوت وعندي هنايا لي زيبيس كاع لي زيبيس كيما نقولوا حنا راس الحانوت مي سي ان بو بلو فور. هنا عندي فلفل الاحمر عندي فلفل الاحمر الحار وعندي كركم عندي شويه تاع الملح يا اختي وعندي الزروديه هنايا. ايوا نقول بسم الله العزيزه العزه قولي بسم الله. مرصويات صغار هكذا مرصويات اختي قطعيها مي صغار ونديرها بالحمص. هذا ما كان طريقه سهله ماله. هنايا بسم الله نحطو الكرشه هنايا والريمانة نحطو هنايا الكرشه. انا درت كرشه كما نقولو ونص درت كرشه ونص باسكو كما نقولو كي ديرها طيب تدير تولي تقلع. اختي العزه حطي البصله وما تكثريش بزاف حطي صوص طوماط كاس كبير. ديري يا اختي هنا الثوم ديري الزروديه ما ديريها صغيره باسكو من بعد غادي تولي تذوب في الماكله. صوص طوماط مصبره زيت اختي وما تنسايهاش ديري الملح حاولي على صحتك يا الغاليه والعزيزه. وهاد الماكله كيفاش غادي تجي دايره يا ديري يا اختي العطور ديري العطور اختي بسم الله بالطريقه هذه قبل ما نديرها في هكا. انايا ما نفختش الحمص درت هذه اللي طايبه هذه اللي طايبه غادي نديرها حتى طيب الكرشه كي طيب الكرشه عاد نرمي الحمص ما نرميهاش دروك. المهم خواتاتي نزيدو شويه تاع القزبر بسم الله نديرو هنايا غادي ان شاء الله نديرو هنايا هوايد خواتاتي. انا كي قليتها كيما هكا راني غادي نزيد عليها قليل من الماء كيما هكذا نردو كامل العجينه كيما هاك بسم الله نعاودينا نديرها هنايا بالطريقه هذه بالطريقه كيما ها نجيبو واحد الغرفيه بسم الله نديرو كيما ها الغرفيه فوالا هي او قطعو ندير لها صب غرفيه ها فوالا فوالا خواتاتي دابا شويه ها هنا خواتاتي غنديرو هكا وحده كبيره كيما ها فوالا هادي كبيره هادي ونديرها هنايا هيا ونضربوها بسم الله ديرو التخيط تاع الزرع هيا ونضربوها ونديرو المقله ونخليوها تحكم روحها في ورق الزبده. ها هنا خواتاتي راني مشي نحل الكيكوطه تاعي هيا وي شوف كاش خصني نمشي نضربوها هذا شوف الروان نقص عليها ها هي وي غادي نزيدو الحمص ها وي دروك عندي كلش طايب هنايا غادي نزيد الما طايب هنايا هنايا خواتاتي هي الغزالات ويا السيدات هنا مع ام جنة. ها الله ندخلو الكوشة هنايا بسم الله راها سخونة الكوشة راها سخونة راه هابلة هنايا خواتاتي هيا من نص ساعة نص ساعة يطيبو ان شاء الله ولا 20 دقيقة هادي هي نعم خواتاتي يطيب ان شاء الله. شوفوا 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 يا الزينات كاش طلع شوفوا الخبز تاع الزرع شوفوا هذا هو الخبز تاع جدودنا اللي كانوا يديروه بكري يا مع ام جنة حتى حاجة ما تخبيها عليكم تعلموا يا بناتي تعلموا لا تروحوا روح اروحوا يا الغزالة تروحوا هاني ماشي خرج تاع الخبز تاع كيما نقولوا تاع بكري شوفوا شوفوا كي داير شوفوا ما شاء الله قربي قربي اختي قربي قربي شوفوا شوفوا
عليه. وي شوف شوف كاين ما شاء الله. ها خواتاتي هنايا هي واحد الريح لازم نخرجوا هي الخبزه من الكوشه. الله الله هي الخبز الله الله تاع الزرع تاع بكري. شوف شوف كيف جا شوف 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 يا خواتاتي شوف شوف ما شاء الله شوف يا خواتاتي شوف ها هي الخبز مع اونجنا ها الله الله شوفي يا اختي العزيزه الكرشه ما صورتش معاكم الداخل كان الضجيج البز بسم الله يا تمشى عندك معاك اختي صور لهم الكرشه صور لهم الله 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 يا بسم الله اختي بسم الله باش نبداو يا بسم الله زبده 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 يا سلام بسم الله مع السلامه اخواتاتي بني عيد الله وحبه وريتهم الكرشه بسم الله 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 واللي جاي يسمح لنا حقه في الجنه اخواتي يلا يلا زعما